انشغلت الحياة السياسية بلبنان من لحظة مغادرة الحريري للسعودية بمحاولة استدراك الغموض يلي عم بيلتف حول الزيارة ونتائجها. فالشي الوحيد المشترك اليوم بين حليف المستقبل المرجح الجديد اللي هو التيار الوطني الحر وحلفاء المستقبل القدامى ب 14 أدار هو انتظار عودة الحريري على أحر من الجمر. فشو هو اللي حمله الحريري من السعودية؟ بهذا الإطار كشفت مصادر للنشرة عن تحالفات تيار المستقبل بعد زيارة الحريري للسعودية مش رح بتكون مثل قبلها، وهيدا يلي بيعرفوا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية كتير منيح، والدليل أنه لليوم بعد ما قدم أغلب مرشحي هيدي الأحزاب أوراق ترشيحهم بعد انتظار اللي رح يحمله رئيس الحكومة من معطيات يلي معقول تبدل المشهد الانتخابي. أما بعد اتصالنا مع النائب بكتلة المستقبل محمد الحجار وضح أن السعودية وغيرها من البلدان ما بيتدخلوا بالانتخابات اللبنانية. الموقف بالنسبة لهم نعم في عند حلف السعودية في لبنان، لم ما حدا اليوم غير ذلك، بس ولكن لا يعني ذلك بأنه أن تتدخل السعودية في اللوائح وفي التحالفات. هذا الأمر ليس وايدا لا بالمملكة ولا عندنا نحن. وبالنسبة للمحلل السياسي وديع عقل فقال أنه العلاقة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل هي أعمق من حلف انتخابي. لكن العلاقة بين التيار الوطني الحر والرئيس الحريري هي علاقة قوية، يعني منا علاقة بسيطة ومنا حتى علاقة انتخابية، هي أعمق من الموضوع الانتخابي. يعني اليوم تفاهم يلي بيرعى البلاد إن كان على مستوى الرئاسات الثلاثة ولا على مستوى العمل الحكومي والعمل النيابي، في تفاهم بيرعى هيدي الأمور. اليوم أي خلل بالتفاهم أو أي تغيير بالتفاهم هو ينعكس على الاستمرار بالحكم، يعني التركيبة مثل ما هي ماشي. فالموضوع منه فقط انتخابي، يعني شيء في منه انتخابي. هلأ نحن ما في معلومات بهذا الموضوع، بس بعتقد أنه الحزبين لح يلتقيوا قريبا ويصير في بيان من كل طرف بيوضح المسألة. المعروف اليوم انه هدف السعودية هو مواجهة حزب الله انتخابيا وسياسيا، وهذا الامر مش رح ينجح الا بإعادة جمع الحلفاء القدامى. فهل رح نشهد تطورات انتخابية بتعيد خربطة المشاهد؟ ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.